أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى فستعلمون كيف نذير، وفي قوله فكيف كان نكير، يقول ما هو إعراب نذير في الأولى ونكير في الثانية؟ كيف كان نكيري، أصل نكيري بالإضافة إلى المتكلم ثم خففت وصار نذير نكير، فيكون نذيري أو نكيري اسم لكان، اسم لكان، نعم. السلام عليكم سماحة أو الوالد. خبر لها والاسم محذوف، نعم.